سمعتنا هالأغنية كم حب مرق بحياة ملحم بركات؟ تعتبروا أنه حب حقيقي مميز عن غير علاقات؟ يعني بعد العزوبية كم حب؟ طار ما فيك تحصيهم يعني هالقد؟ لا ليكي حب يعني قصدي أنه أثر فيك هز كيانك مش بس علاقات عاطفية. كلمة حب أنا ما بتعني لي شيء صراحة. اف ما بتأمن بالحب؟ لا. ليش؟ لأنه ما في حب. من بعد اختبار يعني؟ في علاقة ناجحة، مش حب. لما تكون علاقة ناجحة بصير في خوف. بصير في غيرة. هي القصة. إذا انغرمتي بشخص مثلا شهرين ثلاثة أربعة خمسة ومع هيدا وكله وصلتوا على محطة ايه خلص بيفضى يعني بيفرغ الحب اذا ما اذا ما معلش نحكي اذا ما عجبك او ما هو ما عجب فيك مثلا ليش بينتهي دغري بروح على بيته لا بتقعد تتصلي فيه ولا هو بيقعد يتصل فيكي يعني بالنسبة لك العلاقة الناجحة هي أهم شيء بالدنيا اوكي طيب العلاقة الناجحة بالنسبة لك هي اللي بتودي للزواج يعني بالنهاية أنت تزوجت بتودي للزواج وللمهوار كمان بتودي لهون يعني اعتبرت انت انه الزواج هو مهوار الحب؟ العلاقة الناجحة معلش الصبايا هون لازم يتعلموها هذه شو؟ العلاقة الناجحة يعني تسرسب بدها تكون المرأة مسرسبة والرجال بتكون مسرسب على بعضهم كل شيء بدها تشوف وين الأغلاط الموجودة فيها وهو وين الأغلاط الموجودة فيه بدهم يصححون يضلوا مهتمين يهتموا بشيء للموت للنهاية طيب اجمالا اللي بيتزوج مرة ما بيعيدها اما في ناس مهملين ايه عندهم اهمال عندهم منهم مسرسبين اهمال بيتركوا حالهم طيب ما بيصلوا لشيء نعم ما بيصلوا لشيء كنت عم بقول لك انه اجمالا الواحد بيتزوج مرة ما بيعيدها انا عم بحكي انت تزوجت مرتين انا اربع خمس مرات متجوز انا كيف هيدا؟ هي ما معنا خبرها فسر لنا اربع خمس مرات بالحلال يعني؟ نعم متجوز أربع خمس مرات بالحلال؟ شو؟ أربع خمس مرات عم تقول تجوزت مش عم بفهم عليك؟ ما بدك تفهم علي، ملحم بركات، ما بدك تفهم علي طب أنت إجمالاً ما بتنصح يعني الواحد يتجوز بعد الخبرة؟ طبعاً الفنان بالتحديد ولا كل إنسان؟ سوري أنا قد ما ماري علي صرت بعرف بعرف شو اللي بخليك شو بخلي الرجال يهتم بالمرأة وشو المرأة خليها تهتم بالرجال تبعتينا الوصفة هلا عنا شباب وصبايا هون سهرانين بسهر النظافة من الإيمان بالأخلاق النظافة بالأخلاق بالعلاقة بكل شيء بالجسد بالعلاقة بالأخلاق بالجيبة بكل شيء يعني المجوز بالنهاية الله يعني يساعده والله الله يزيده تخيلي واحد جابته من جوية حط فيها مصاري بلزقه بلاش يطلع بلزقه بسيطة القصة يعني بدها تضل تغسل المرأة مش الغسالة ربنا ليش خلق المي؟ ما عارف هو شو عامل هلا صار خالق المرأة والمي خلق المي وخلق غرفة الماستر وغرفة كل واحد شيء في تطورات بتخوف بالحياة الحياة مش لا. مسحة هلا هلا جد مش مسحة الحياة طيب. تلاقي واحد معه مال الدنيا مرته عم تخونه مع الشفير مثلا طيب ليه الواحد بيوصل للخيانة برأيك؟ شو اللي بيوصل للخيانة برأيك؟ الإهمال هيدي إياها، يعني بده يضل واحد مترقب للتاني يعني إذا واحد سنينه مسوسين نعم ما له جداد رح يسويه بخف الحكيم بتطلع ريحته بتقتل، كيف بتقرب على المرة تبوسه؟ قولي لي أو مثلا تبقى وحدة أول ما تكون مخطوبة تبقى بتفرش سنينها وبتتحمم والبرفان بتتعطر ايه ورا دنيا ورا إجريا ورا شو اسمه السكين وصلت الوصفة تتجوز نعم بدك تسمعه مضبوط تبوها تتجوز خذوا نوت ايدو بيسوس درسة نعم بيهر هو لا عم تحكي اسمعي. عن المرة هو لا ما بيهر الحالة الرجال لما احكيك عن رجال وحش الرجال ننزل بالمرأة لأنه كل الوقت ايه طبعا المرأة هي كل شيء طيب ما هي اللي بتخلي الرجال يظبط حاله على راسه لما بيلاقوا مرته لما بيلاقي مرته سنانها حلوين بيض ونضاف
غصب عنه بروح عند الحكيم بظبط حاله. نعم. مثلا بهر سنانه بتضحك. طب ليه؟ طب لما كنت مخطوبه عم تضحكي من قلبك يمكن كنت مخطوبه، طب ليه؟ بركي هلا مش وقتك، هلا بدك تكلفيني مصاري تسوي لك سنانك. لا لا بتدبر حالها. طيب. بتدبر حالها. طب بالنهايه قل لي بتروح بالتاكسي اللي مجوز الله يساعده او الله يزيده؟ ما هلا عم نحكي عنه. الله يزيده. أنا بعرف كثير أشخاص بيشتغلوا بالمحاكم، جابس كيف؟ نعم للطلاق، عند كل الطوائف. نعم بسمع شوفي، 90% من الطلاق العلاقة الجنسية. هيدي بتكمل طبعاً، مش لازم تهمل. طبعاً خلينا نسمع سوا هالغنية الحلوة يلا عن الزواج. يلا شو يلا. هي؟ حضرتك لحنتها للشحرورة صباح. غريب، ما بتآمن بالحب، ما بتآمن بالزواج، ما بتآمن بالعلاقة، ومع أنه كل أغنياتك تحكي كل الوقت عن الحب وعن المرأة وعن العلاقة. شو هالتناقض ليه؟ أنا بحب يعني الكلمات عم بيحركوك تطلق لحن حلو هيك. بحب البزر مثلا. كلمة حب. أي نوع بزر؟ ملح رفيع صغير. بحب اكله لانه برا على الطريق مثلا بصير باكل ببزقها هيك بنبص بالبزقه بنبص هيك كبه. اها بتحب كل شيء له علاقه بالطعمة؟ حياتي الزواج بالطعمة. الزواج مثل المؤسسه. اوكي
إذا نجحت بتجيب أولاد والأولاد بكفوا المؤسسة وكملوا. يعني العلاقة الجنسية لازم تنجح تقدر الواحد يجيب أولاد. قبل كل شيء. هيدي بالنسبة لك بتحطها أولوية بالزواج؟ لك يا عمي ما هن بيتجوزوا ثاني يوم كان يطلعوا على شطورة على الأوتيلات تطلع ايه؟ الأمي أم العريس لتشوف إذا يفرجوا المحرمة يحملوا شراشف. صحيح. طيب شو يعني بيجي يبقى قاعد عم بيصلوا له ما بعرف شو مش مصدق امتى ياخذها ويطلع. لو شو طالعين يعملوا؟ شو طالعين يعملوا؟ يتزحلطوا مزبوط هي. طيب شو عن جد هلا شو اللي بيجذبك اجمالا عند المرأة؟ يعني المرأة شو أكثر شيء بتحس إنه هي بدك تحطها بالميزان؟ لكن من زمان كانوا بس يجي عريس لبنت نعم تاخذها الأمي على الأوضة تقول لها عجبك الشاب تقول لها ماما إيه تقول لها حابة تعمري له بيت شوف ما لها كلمة هلا صارت غير شكل شو؟ ماما معه مصاري بدنا نغير سيارة البابا غير طيب هيدا بالإجمال بس أنا أحب أعرف أنت ملحم بركات يس عن جد شو بتحب عند المرأة؟ شو اللي بيشدك عندها أكتر شيء؟ نظافتها من كل النواحي الخارجية والداخلية والجنسية وال لا تخيل عم تاكل مثلا بجدر يطلع لك شعرة يا ما هيك؟ ما هي ما ليش هالنقمة؟ بحسك نائم على المرأة هالقد مش نقمة لأنه في طلاق كثير بسبب هالشغلة صحيح طيب شو الفرق برايك بين ليش بده يكون الرجال كسلان بكل شيء والمراه بتعرف حالها ليش بدها تكون كسلانه كيف بدها تكون في حياه ببيتها يعني هي فكرك دينامو كيف بدها يكون في حياه ببيتها اذا مريضه ما تخلي جوزها يقرب ليها طيب بس اذا مرشحه ما لازم تخلي جوزها يقرب ليها اوكي اذا تعبانه مريضه ما تقول له انا مريضه تضعف قدامه ولا هو كمان هيك إذا بضل آخ ده